المطعم على الإفطار، إذا وجدت بيتي في الدمار، وعادت أمي من الطابور بخبز وقلب مكسور. وأذنت مساجد ورمات الكنائس، جيران في الله أبواب بلا حارس، ووصلت مراكب الموت إلى أرض الأحلام دون أن يصبح الأبصال قضية رأي عام. سيد الرئيس أنا لا نحن الهاربون، نحن المبعدون، نحن المذنبون، نحن المتهمون بالعبادة، بالعبادة، المحكومون شنقا بالعبادة، الذين قطعت ألسنتنا لأنها نطقت بالشهادة، بالشهادة. سيدي الرئيس، سنفطر في القدس عاصمة فلسطين، يكتبها رب الأمنيات العالية.